مختلف فئاتهم بشري، صيدلة، أطباء أسنان في إضرابهم الجزء المستمر، وذلك لتحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة، حيث وصلت نسبة المشاركة في الإضراب اليوم السبت الموافق 15 من مارس لعام 2014 إلى 75% على مستوى الجمهورية. وتؤدي لجنة الإضراب أن تشير إلى رصدها وتلقيها لعدة شكاوي على مدار الأسبوع المنصرم من بعض مستشفيات المحافظات المختلفة للجمهورية، وأن اللجنة قامت بتقديمها إلى لجنة آداب المهن المعنية بكل نقابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو معاقبة المخالفين لقرارات الجمعية العمومية للأطباء البشريين والأسنان وقرارات مجلس النقابة العامة للصيادلة، النقابة العامة للأطباء، قد تقدمت ببلاغ إلى النائب العام ووزير الداخلية إثر تلقيها شكوى من أطباء مستشفى أجا المركزي بمحافظة التقهلية، حيث تفيد بتلقيهم اتصالات من مجهولين قاموا بتهديدهم بتعريض حياتهم وحياة أسرهم للخطر في محاولة منهم لكسر الإضراب في المستشفى وإثناء الأطباء عنه. وفي وقائع أخرى حدثت اليوم، تم حصار مستشفى الجدية بمنها بمحافظة القليوبية وحصار الأطباء بداخلها، وما زال الأطباء محاصرون بالداخل رغم جهود مرسخي الإضراب بإبلاغ مدير أمن القليوبية والنجدة. لذلك تطالب اللجنة العليا للإضراب رئيس الحكومة الدكتور إبراهيم محلب ووزير الداخلية بضرورة تأمين المستشفيات وتغليظ العقوبة على عقوبة التعدي على المستشفيات والتعدي على الطاقم الطبي حرصا على سلامتهم، وحتى يستطيع الأطباء القيام بواجبهم نحو المرضى مع عدم الإخلال بحقهم الدستوري والقانوني في الإضراب. فنحن أصحاب حق نسعى إلى الارتقاء بالمنظومة الصحية. مطالبنا في منها مطالب ممكن تتحقق فوريا بجرة ألم، مثل تغليظ عقوبة الاعتداء على المستشفيات وتأمينها مش هتكلف الدولة مليم، مثل إصدار قرار بإجبار جميع المسؤولين الحكوميين على العلاج في المستشفيات الحكومية وليس سفرهم للخارج. أعتقد إن ده مش هيكلف الدولة مليم، بالعكس هيوفر ميزانية نفقة الدولة اللي بتنفق بره في مستشفيات أوروبا والمستشفيات الخاصة للمسؤولين الحكوميين. أعتقد إن بعض المطالب المشروعة وبعض المطالب بنرفعها لرئيس الوزراء ورئيس الجمهورية، أتمنى تحقيقها في الوقت في الوقت الحاضر. كمان كان مفاوضات مع وزارة الصحة قائمة الآن، ابتدى فعلا لجنة من لجنة التفاوض الآن مع لجنة وزارة الصحة، إن شاء الله في القريب العاجل هنعلن عن كل اللي تم الاتفاق عليه بعد الموافقات النهائية. هل لما احنا بنطالب بنقول إن احنا عايزين إنشاء الهيئة العليا للصيدلة والدواء في مصر زي ما هي موجودة في كل دول العالم، واللي زي ما أكدنا أكتر من مرة إنه لما الأردن اللي هي أدخلت صناعة الدواء بعدين بمراحل عملت الهيئة الأردنية للأغذية والأدوية من 2007 حاليا بقت صادراتها 4 و5 أضعاف مصر. هل ده مطلب فيهم؟ هل ده في ضرر للمريض؟ هل لما بنقول إن احنا عايزين سياسة واضحة للدواء في مصر يحطها ناس متخصصين سواء فيما يخص تداول الأدوية أو تسجيلها أو تسعيرها، لما احنا بنطالب ان يبقى في هيئة عشان خاطر تحل ازمة نواقص الدواء وان يبقى عندنا صناعة حقيقية للدواء، ان احنا نستحق والمريض المصري يستحق دواء جيد، نستحق بالخبرات والكفاءات اللي عندنا ان يبقى عندنا صناعة دواء محترمة. يمكن اتهامنا انا اضربنا اضرب قوي، ففي بعض الوحدات الصحية يقوم الأطباء بعلاج المرضى مجاناً دون تلقي أي مقابل. ثم الباشا بيقبض فوق مليون وداخل في التاني، يبقى كلامه ما يلزمنيش حق الكادر حق يعيش، حق مطالبي حق يعيش. طالما في ناس مصرة إنها بتقبض ملايين في البلد ديت محدش يجي يكلمنا عن تقشف، طالما في ناس مصرة إنها ما بتديناش حقنا في وزارة الصحة للعيان يبقى محدش يجي يكلمنا عن تقشف. احنا مطالبنا في الاصل وفي الاساس علشان خاطر المريض المصري وعشان خاطر الطبيب المصري. استمرار اضراب الاطباء او اعضاء المهنة الطبية عموما في مصر، لانه للان لم تحدث استجابة من الحكومة ووزارة الصحة، وما تم هو سماع المطالب المشروعة والعادلة لإصلاح المنظومة الصحية. ما زالت هناك مفاوضات وهناك جلسة محدد لها بعد قليل لاستطلاع
موقف الحكومة ووزارة الصحة من المطالب التي عرضت عليهم من قبل. قانون الحوافز اللي اتعمل دوت هو قانون مرفوض من وجهة نظر جميع الأطباء والأطباء الأسنان والصيادلة ده بشكل عام. بعد كده عاوزين زيادة مخصصات أصلا بتاعتنا بتاعت وزارة الصحة، لأن في الأول وفي الآخر أنا ما عادش أتعلم فترة طويلة جدا عشان أطلع أتعلم أشتغل بربع اللي اتعلمته، وتبقى الخامات اللي متوفرة لي والإمكانيات المتوفرة لي أقل بكتير جدا 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 من اللي اتعلمته. نمرة 2 تأمين المستشفيات بتاعتنا علشان نعرف نقدم خدمة للعيان وإحنا على الأقل حاسين براحة وبأمان، بدل ما يبقى في ناس بتنط على العيان وناس بتتخانق مع دكتور وكلام دوت. نحن الذين لم نفر من ميدان من ميادين مصر أو من أي معركة، وننوه أن هناك وقفة تضامنية لطلاب الطب في مصر تزامناً وتضامناً مع مسيرة الأطباء من أمام النقابة العامة حتى مجلس الوزراء يوم الثلاثاء 18/3 الساعة 1 ظهرا بإذن الله.